طيب خليني اروح للاعبين مصريين زميلتهم او واجهتهم او تابعتهم حتى من خلال الشاشات ولفتوا نظر لوكاس بودولسكي، بتكلم على لاعبين مصريين طبعا في الملاعب الاوروبيه. أنا أعرف بعض اللاعبين لعبت أمامهم في الماضي، كولن في فريق كولن، يوسف محمد هذا هو لاعب أعتقد أنه مصري، دعني أتذكر يوسف كان لاعب مصري لعبت أمامه عندما كنت في كولن، ومحمد يوسف ممكن لعبت وزملت لاعبين مصريين ايضا ولعبت امامهم وزملتهم امام لاعبين مصريين، ولكن بالتاكيد اللاعبين المصريين واللاعبين العرب وخاصه المصريين هم لاعبين دايما عندهم الحميه في اللعب ويمتلكوا سرعه ويمتلكوا قدرات فنيه قويه، بالاخص فعلا بكل صدق اللاعبين المصريين واللاعبين العرب يمتلكون قدرات استثنائية، وكنت دايما أسعد بوجودهم معنا، وكان وعندي أصدقاء كثيرين من اللاعبين وعندي بعض الأصدقاء المصريين الذين لعبت أمامهم وزملتهم في الملاعب في ألمانيا أو في أوروبا، ودايما أسعد بوجودهم وأسعد بوجود اللاعبين الذين يأتون من مصر أو يأتون من البلاد. خليني أسألك على اسمين على وجه التحديد، الأول هو النجم المصري الوحيد اللي بيلعب حاليا في الدوري الألماني مع أينتراخت فرانكفورت وهو النجم المصري الدولي عمر مرموش، رأيك في مشواره سواء مع فولفسبورغ أو مع الموسم الحالي وانتقاله لأينتراخت فرانكفورت، وتوقعاتك لمستقبل النجم المصري في البوندسليغا؟ نعم أنا أعتقد هو لاعب قوي والبوندسليغا بدأت ودعنا نرى كيف يظهر مع الموسم الجديد. فرانكفورت هو كفريق فرانكفورت طور نفسه في الآونة الأخيرة في المواسم الأخيرة، دعنا نرى. أنا أعرف عمر مرموش وأتابعه، يمتلك قدرات أيضا قوية وأتمنى له كل التوفيق وأؤمن أنه سوف يظهر بشكل قوي، وأتمنى له طبعا مزيد من النجاحات مع فرانكفورت وأشجعه وأتمنى له أنه يحرز أهداف ويظهر بشكل رائع مع البوندسليغا في مع فرانكفورت في الموسم الحالي.